فاز من تشكيل البنك الاهلي حراس المرمى عبد العزيز البلعوطي، في خط الدفاع محمد عبد الغني، اسحاق يعقوب، محمد بسيوني وسعيد سنبوريه، في خط الوسط محمد فتحي واحمد ربيع، محمد ابراهيم ويوقا نور، وفي الهجوم احمد ياسر واسامه فيصل. لما نشوف تشكيل البنك الاهلي النهارده بيلعب باثنين مهاجمين اثنين صراحه، يعني احمد ياسر واسامه فيصل وتحتيهم يوقا نور محمد ابراهيم، بنقول النهارده ممكن البنك الاهلي يباغت النادي الاهلي وينزل بدايه هجوميه ويعمل ضغط عالي على النادي الاهلي وبيدور على ثلاث نقاط. وده اللي عمله في الموسم الماضي، وده اللي عمله امام بيراميدز، وده اللي عمله امام الزمالك. بيلعب بثلاثه ورا، اربعه، واحد، اثنين، وبيلعب بثلاثه اثنين، سوري، اربعه اثنين ثلاثه واحد. ده في حاله حيازه الكوره. دايما زي ما حضرتك قلت بالظبط يا كابتن اسامه، بيلعب باثنين هجوم، وده شفناه في اتكررت معاهم في اخر كام مباراه. دايما بيعتمد على اسامه فيصل واحمد ياسر ريان في الهجوم، وياو نور، راجل ياو نور عنده 16 مساهمه الموسم الماضي. يعني هو ثالث او رابع يعني اقوى هجوم الموسم الماضي من هدافين الدوري العام، الرابع او الخامس اعتقد، عنده 16 مساهمه، 11 هدف. فياو نور بيعتمد عليه كجناح يمين، وطبعا بيعاونه من ناحيه اليمين طبعا محمود باسيوني اللي هو الظهير الايمن. عنده قوه في الاطراف بشكل كويس جدا، بيعتمد على في الناحيه اليمين زي ما قلنا عليها، والنور لو لعب بيه جناح يمين، هو لاعب طبعا عنده مرونه تكتيكيه، بيلعب برضه مهاجم ثاني بتلاقيه بيمين ناحيه الجناح الشمال. وشفنا خطوره والنور في مباراه الزمالك، بيخش راس حربه ثاني، وتسبب في ركلتين جزاء على الزمالك وقتها. مظبوط. فبالتالي ناحيه الشمال عنده برضه قوه، عنده قوه، بيعتمد على اسحاق يعقوب الظهير الايسر، بيزيد بشكل كويس جدا. وعنده بقى لاعب محمد هلال، محمد هلال ده لاعب كوير، لاعب بتاع كوره، بيعرف يلعب، يقف على الكوره، بيعرف يباصي، دايما الخطوره بتيجي من ناحيته، بيعمل سويتشنج ما بينه وما بين اسحاق يعقوب، واسحاق يعقوب بيزيد بيعمل عرضيات. انا عايز اقول حاجه على فريق البنك الاهلي، تخيل ان هم الموسم الماضي من اقوى الفرق في الدوري المصري من ناحيه العرضيات ودقه العرضيات، ومن اعلى الفرق من ناحيه الركنيات، بيستغلوها بشكل كويس جدا اعتمادا على الاظهره زي ما قلنا، سواء هنا محمود بسيوني او اسحاق يعقوبو، وطبعا بيعاونهم ياو النور، او بيعاونهم طبعا اللاعب محمد هلال. الاعتماد على محمد ابراهيم في نص الملعب، ان هو بينقل الفريق، بينزل في حاله طبعا البيلد اب وبناء الهجمه من ورا اللاعب، طبعا مش عايزين ننسى سعيد وسيمبوري، اللاعب طبعا اللي ليه مساهمات كبيره يا كابتن اسامه، يعني الراجل بيلعب قلب دفاع، دايما نلاقيه في الزيادات الهجوميه، بيعمل كثافه هجوميه، بيعتمدوا عليه في العرضيات، بيحرز اهداف بالراس، بيكون متواجد بشكل كويس جدا، بيحرز ضربات جزاء، بيلعب الكرات الثابته بشكل هايل. وبالتالي 4 2 3 1 او 3 4 1 2، وده اللي انا اعتقد هيبدا بيها النهارده بالشكل دوت، هيكون عامل قوه هجوميه اعتقد هتمثل بعض الخطوره. فشايف تشكيلة النادي الأهلي إن هو نقفل على مفاتيح اللعب اللي احنا ذكرناهم، ونعتمد بقى على نقاط الضعف عندهم، عندهم نقاط ضعف كبيرة جدا هنتكلم عليها بالتفاصيل، وعندنا برضو أرقام للبنك الأهلي مقارنات مع النادي الأهلي هنشوفها بالتفاصيل برضو مع الكباتن.